يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، خلينا نشوف جروب البستوية كده نشوف عايزين نلعب ايه. ابو حديد، عايزين نلعب ابو حديد. ها تمام، غير يا ابني التيشيرت، ارفع جرين سكرين، جيب سكين الدبح، سكين الدبح. تمام، شغل اللعبة. لا لا، كوبي رايت كوبي رايت كوبي رايت. ايه يا جدعان، هتودونا في ده؟ هيخرب بيت كده والله، من اولها كده هتلبسونا في كوبي رايت. خش يا ابني بالمزيكا بتاعتك. طيب بيقول لك ابدا من الاول بقى والمرحله الاولى، وخلينا نشوف اللعبه دي فيها ايه. نلعب بابا بابا يا عم الحاج في والله ايه عليه كده. خلينا نشوف مين دول. يخرب بيت الصوت. يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا اتعمل فيكم كده يا ولاد اسماعيل. تاني ولاد ابو اسماعيل. ايه يا اسماعيل، مش لما عيالك اسماعيل والله، ما ينفعش كده والله. بيقول لك الميشن بتاعتك ابحث عن النبله السنجه الشومه الايه يا اخويا، البندقه. ايه البندقه دي؟ مش دي بتاعت كراش تقريبا؟ لا، شيل علامه تي ديتا دي وخش لي. ايوه الفيديو بتاعه يا جماعه بتاع المره اللي فاتت، اللي ما شافوش يروح يتفرج عليه، هتلاقيه في اخر الفيديو موجود ان شاء الله. ايه اللي هناك ده بقى؟ انا شايف هناك في تقريبا حفله او حاجه، احنا عايزين ندور على البندقه. وده ايه اللي هناك ده كمان؟ والله احنا لقينا الشومه ده. ايه ده والله انت؟ ايوه طب يا حاجه، انت قد امي والله. طب ايه؟ طيب ده صوتها؟ ايه ده؟ الو هي ماتت كده؟ طيب طب وبعدين في الكلاب اللي جايه لي دي؟ مش فاهم. ايه ده ما بيموتوش؟ الو الو اوكي، دول كانوا اشباح. وانت شبح معاهم ولا ايه بقى؟ تمام تمام قوي. هو مشي ولا الو؟ هو راح فين؟ هي اشباح بجد ولا ايه؟ طب هو انا لو معيش الشوم دي هضرب ازاي؟ بتف ده، ايه الغيط ده؟ ده غيط بجد. لا والله اللعبه جرافيكس اساسن سكريد ايه وبتاع ايه؟ لقيت قدرة فول تقريبا. ايه ده بقى؟ والميه واقعيه جدا. لا يا زمن. طيب ادينا رجعنا لترعه المفهوميه تاني، خلينا نبعد عنها عشان بالهرسيا ونخش يمين مثلا نشوف في ايه هناك، ولا انا كده ماشي غلط ولا ايه؟ هو لا ايه ده؟ في قهوه هناك تقريبا. ما جايين يتخانقوا معايا صح؟ هو بالدور؟ هو مات ولا ايه ده؟ ايه يا عم؟ ايه ده والله؟ بيبو بشير ايه؟ اللعبه دي من سنه كام بجد؟ ايه ده الماتش شغال هناك على التلفزيون؟ خد يا هو الماتش اللي شغال اصلا تقريبا ماتش مانشستر سيتي وارسنال حاجه كده يعني. نخش نشوف القهوه فاضيه ولا فيها حد ولا ايه ده؟ في ايه والله؟ نروح لعربيه الفول اللي هناك دي مثلا، ما فيهاش حد برضه. هو في حاجه هناك اهي، سلام 98 لمالكها ديدو سمعه، ربنا يرجعه بالسلامه من لندن. ده ايه ده والله؟ ده ايه اللي هو ازاي يعني؟ لا طب انا رجعت للمركب المغفلاتي وهكمل الطريق، ما اعرفش ايه ده والله، ما اعرفش اللعبه دي عامله كده ليه. ايه ده؟ ده سيف ده ولا ايه؟ ده سطور. لا السنج بالنسبه لايه ده؟ هو جاي ماسكها يعني؟ لا بس الصراحه الجرافيكس واقعيه يعني، انا حاسس ان انا دلوقتي في سوق الخضار بجد. ايه ده والله؟ يا دي النيل على الحاجه المجنونه. صوتك ده، ايه ده؟ انا فاكرك انت اللي كنت في ال ها؟ هم فعلا حاطين اعلان فودافون هنا ايه ده؟ الو ماشي. طب بالنسبه لسنوب دوج والطفلين اللي معاه هناك دول، انا معاهم ايه بقى؟ تقريبا ده عمرو دياب على اليمين، انا اروح لعمرو دياب الاول. ياد اليوم الاسود اللي مش معدي، ده حمدي سيليسيون واقف قدام الورشه، ولو شاف وشي هيعمل لي فيلم بقى على الخمسه جنيه بتوع قسط السيليسيون. لا 10 10 تمثيل الصراحه. الو ايه الصوت؟ ايه ده؟ الو ايه ده؟ صوت النبله؟ مش درجه، مش انا صورت قبل كده ده النبله. ماشي كده، فاضل لها بندقه بس، ما اعرفش ايه البندقه دي والله. ايه يا حاج؟ ده قايد باي تقريبا. الله يحنن عليك يا عم، معناش فك. هو مال ابو حالم كلمه ذا فروك كده؟ طب بص، هو انا اللي عارفه ان احنا كده ناقصين بندقه، اللي انا مش فاهم لغايه دلوقتي هي ايه؟ اللي هي بندقيه يعني يا جماعه؟ والله ايه البندقه دي؟ اذا في ايه؟ ايه هي البندقه والله؟ هات يا بندقه. ايه ده؟ ايه اللي هي بندقه خلاص؟ بيقول لك روح قابل حكيم الزمان في اخر شارع ولاد ابو اسماعيل عشان تفهم منه الحكايه. ايه ده والله؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه ده يا ابني؟ ايه ده والله؟ ايه العشوائيه دي؟ انت مت ولا ايه؟ تمام، فين بقى حكيم الزمان ده؟ اه حكيم الزمان اهو، يا جدو. اه يا عم. هو انت تاني يا ابن الكئيبه؟ فيه ايه؟ ممثل الصوت سيء جدا. بيقول لك ميشان كومبلي. طيب يعني مش عارف ده ايه ده والله. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده في ايه؟ طب المفروض ان دي مرحله ثانيه، اول حاجه لاحظتها انا معيش اي حاجه تقريبا، مش عارف ماشي كاني عندي كساح. روح قابل التمرجي عند الوحده الصحيه عشان حبوب الهرسيا. اللعبه دي قصتها عميقه عمق. تمام اوكي نكمل.
يا رب. اقسم بالله لو طلع بوس فايت مش هتشوفونا على القناه تاني تقريبا. عجبني مشيه الكابوريا بتاعت بوحة لما يمشي من الشمال. ايه ده يعني؟ هي دي عزبه ابو اسماعيل ولا عالم الاشباح ولا ايه ده؟ والله ولا دي من بالهلاسيا ولا ايه؟ الوحده الصحيه، تذكر دائما الشفاء من عند الله. الوحده غير مسؤوله عن المرضى، فاذا لا قدر الله مات لك قريب هنا بسبب الاهمال او ان الدكتور عبيط ومش عارف بيعمل ايه، تكون الوحده غير مسؤوله عن اي حاجه. المفروض ان ده لا يعالجني، انا مش عايز اتعالج. بس يا رب هي دي الصحيه. لحظه لحظه، هو اللي فات كان صوب بوحه وبتغير كم مره في اللعبه؟ مش فاهم. بغض النظر عن اللي حصل مع الاصوات، المفروض ان في واحد اسمه بهلول سرق جهاز الوحده، ما اعرفش ايه ده والله. بهلول يعني الواد بيحاول على قد ما يقدر ومفيش وقت تيجي فيا. لحظة لحظة، لو انت بهلول امال ده مين؟ عفارم، رجع الجهاز التمرجي وخد الاقراص. هو ده الجهاز؟ اللعبة بتعمل لنفسها مونتاج والله العظيم. انت يا عم التمرجي المريب. بقول لك خد الحبوب وعدي الترع، الحبوب مضروبة وتأثيرها نص دقيقة بس. الو، المفروض اعدي من هنا لهناك تقريبا في نص دقيقة ولا في قد ايه ده؟ دي حبوب بتخليها تنفس تحت المية تقريبا يا جماعة. اللعبة تفوقت على كل حاجة في الدنيا على فكرة. اللي تقول لي بقى جي تي ايه بقى ولا ريد ديد ريديمشن، هي دي العاب العالم المفتوح. مبروك يا جماعة عدينا الترعة. ده ايه الكائن هو رافع الجلابية ولا هي داخلة في البنطلون ولا ايه؟ يا حاجة بقى ما تسكتي يا حاجة والله. جاتكم القرف. يا حاجة بقى اسكتي بقى يا حاجة. هو انا مطلوب مني ايه؟ عليكم على العمدة المستكاوي. مين العمدة المستكاوي ده والله؟ ايه ده؟ الو، انا مت كده يعني؟ طب المفروض اعيد ده كله تاني ورايح اقتل المعلم عكاوي ده، كان اسمه ايه؟ العمده المستكاوي. ايه المعلم عكاوي ده؟ العمده المستكاوي، خلينا نشوفه فين. لحظه واحده، هو ده مكيف؟ ده مكيف ال سي دي تقريبا. ايه ده والله؟ فين بقى المعلم عكاوي؟ اسمه ايه؟ العمده المستكاوي. طب انا عندي سؤال بقى، المحل اللي فات كنت بدور على البندقه، انا خدت البندقه عشان ايه؟ لهوي ماشي، انا موت الاثنين دول. فين يا جدعان المعلم المستكاوي ده ولا العمده الشقاوي ده ولا مش عارف اسمها ايه؟ تقريبا المفروض اعدي من البتاعه دي ولا ايه؟ شكلها خطر. ايه ده، هي الميه خضرا كده ليه؟ من دي مثلا؟ ايوه احنا كده ماشيين صح. في قدرة فول هناك نروح ناخدها. الله، بندقه. لا ما تلفش عليه. ايه ده، مين ده؟ اركب اللوري بسرعه. بلوري ايه اللي اركبه؟ هو ده مستكاوي تقريبا، بس ما اعرفش ايه. هو عايز مني ايه؟ انا مش مركز في القصه خالص صراحه. ايه السحن دي والله؟ وعينيه زرقاء فاللي هو وسيم ما شاء الله. فين اللوري اللي انا المفروض اركبها دي؟ هي دي اللوري؟ اولا ما اعرفش ايه الجاموسه اللي عندها في راسها وظهرها قرون دي. ثانيا العجل ده شكله ما يطمنش قلبي ابدا، فانا مش عارف اروح للروري ولا اخلي الراجل المستكاوي ده يقتلني والله. طيب يا عم ودينا للروري. ايه ده؟ الو، ده ايه ده والله؟ كاتسين وادي الباليه مره ثانيه. اللعبه المتخلفه دي اقترحها عليا واحد من المتابعين على جروب المستويه اللي على فيسبوك، اللي هتلاقيه موجود تحت في الوصف مع لينك كده فيه كل اللينكات المهمه. بس عموما لو كانت لطيفه ومش هلعبها ثاني، ما تطلبوهاش مره ثانيه. اتمنى يكون المونتاج بتاعها عجبكم المره دي. دول اكتر 5 تعليقات حلوه بالنسبه لي من الفيديو اللي فات. لو ما شفتوش هتلاقيه بيطلع دلوقتي حالا هنا مع قناتي هنا تحت، عشان لو مش مشترك فيها. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي في استويه، وقولوا لي عايزين تشوفوني بلعب ايه. و الى اللقاء في استويه.